الاول والله كنت الاول يا ربي ريتريبيوشن وينك فهد وينك هلا والله فيكم اليوم نلعب لكم كراش تيم ريسينج نايتروك سايد اخيرا كلنا قاعد نضر اللعبه شيك حمد ما فيني شيء ها تشي ناظر كذا خفت انا لا لا تخاف طمن طيب اوكي اللعبه هذه نلعبها الحين مع فهد حسن عبد الله ومحمد نلعب اللعبه الحين محمد بنشوف مين يفوز تحدي نلعب شاشه مقسومه طبعا اربع لاعبين بالضبط واحد من الاطوار اللي موجود في اللعبه في اونلاين طبعا فنحط لعب محلي يلا ونحط بطوله 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 ايه بطوله الوامب يلا من قاعد ايه تاكيد طبعا اللعبه تشمل عربي اصوات وحوارات قوائم كل شيء عربي في عربي 2 1 ليتس دو ذس يلا الجرافيكس رهيب صراحه مره رهيبه يلا عاش شباب كلنا على عبد الله انا تايني طيب اسمع كلنا على عبد الله ترى فنان انا تايني جلدهم يا جلاد يا تايني ارجع تايني طيب جاك جاك صح قطع صاروخ جايك تايني والله قنابل انت غير قنابل انا شوف جايك تايني ماشي مليون بس عبد الله هو الوحيد اللي قاعد يفلت منهم شوف 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 الحين بجيب الحين بجيب جبهه عبد الله انا شوفه قاعد يحوس ما ادري ايش يبغى روح انا تايني ايوه اوكي بس يا تايني وش سالفه القنابل كل شوي قاعد يدخل داخل القنبله ايه سهل تضربني اوبا اقعد والله تاني بحط الشيل تيربو سقعت يا سلام هاي والله انا قاعد ارمي قنابل وما لاحظ الحظ يعني ولا ايش والله شكله حظ كله هين صندوق اعطوا اعطوا حسن صندوق يستاهل يستاهل لا زال عبد الله الاول قايل لكم من اول عبد الله هي المره الوحيده ممكن افتح فيها هذه بس يا شباب كلنا على عبد الله يا شباب ارسلوا عليه صدفه زرقاء ولا شيء صدفه زرقاء ما ادري ايش الصدفه الزرقاء ليه انا ليش تطلقون عليه ليش انا قدامي طب روح عديني واضرب عبد الله لا كويس حلو عديني ذي لا لا على اخر شيء شفت شايفين بابو بابو هذا بجد شفت فهد لانه ايش هذا الخايس طموحه المركز الثاني مين زي كذا ضربني بصراحه مين انا لو انك طموحك الاول كان عديتني وضربت عبد الله ايش عندي فيك محمد انت شايف هذا كيف منطلق يعني اذا ضربتني بعبد الله بيرجع يعني ايه شفت طموح الخايس عبد الله طموحي خايس مش انا طموحك زي التميس اصلا كم 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 جبته محمد كم جبته كم جبت هو ثالث انا الرابع طبعا اي خلاص اوكي مع بعد ما كنت الثاني مين اعلى انا ولا انت خلاص يا رحمة فاهمة ذي بار تضربها قبل الأخير بشوي شوف الحين ما خليتوا لي صندوق واحد أنا ما أخذت ولا صندوق أصلا ما أدري ليش هنا في بخل في الصناديق ما تلاحظ الصناديق أصلا الخم أنا أتذكر كان أنا قاعد أشوف عبد الله قدامي طبعا الحين كالعادة فهد لا فهد الحين بجيتكم اثنينكم ما لازمك كالعادة فهد اللي قدامه بيشيله هذا قانون اللعبة وخر 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 يا قنبلة وخري طبعا كالعادة فقع وجهه مين هذا اللي وراء مين يستخدم هذا الشيء؟ مدري في شيء زي النار كذا صح؟ هذه مرحلة الساعة اللي سالفتها اي ساعة ايش؟ والله ما ادري عنه ذا نصاب خبل معنا اي اي لا كل ما اتقدم محمد يتحرش وانا قاعد اتحرش محمد بعدين يهاوشي كيف عبد الله؟ لا شفت الجدار يا الله وطرت النار مين تعداني ذا؟ والله قاعدين يجلسوني كذاب كذاب ايش؟ لا من جد قاعد يضربوني قبل شوية كذا كانوا هم تعاون علي خذك صاروخ اه بسكم يا ناس ايش فيكم؟ يا الله فاز انا المركز الثاني مين اللي فاز؟ بابو لا الثالث بعد ليت الثاني انا السادس ولي الفخر السادس ولي الفخر المشكلة أنا اكتشفت شيء في نهاية هذا اللي مين ذولي؟ في نهاية في آخر جولة بس كنت تسويه بس انه العتب الهضبات ذي انقز معها حطك تيربو هذا اللي يقول لك من الصبح هذا نسوي من الصباح طيب أنا ما سويته والرابع استكشف اه تغير شكله بس كولي صندوق عطونا صندوق يا اخي ساعد على الطريق اي تسمع هي 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 وقف يا ساتر يا ساتر هذا خايف هذا قنبلة اخي حق الراس صندوق واحد اتركوا لي والله ابغى تقرب وش الستيج هذا؟ ما ابغى انا ابغى انحاش تايني
هاي الثاني والله ما اعرف. لا ثاني مين؟ سابع سادس صرت. شباب الاول ترى الشاش بالله. وانت وشو؟ انا الثالث الاول رشاش. شوف شوف انا الثامن. جنني هذا الشاش الاول. هذا جنني المجنون الله ياخذه. كل شيء صاكني بصاروخ الله ياخذه. انا قاعد العب الثاني الاول مره زياده. الاول ما ادري شوف شلون شوف الفرق بين. لا اخلص اخلص يا عبد الله. ما يصير. انا الثامن انا الاخير سابع. يس هذاك الاول. يس ان يور فيس. الفرق اللي بيننا ان يور فيس ريبرو. صفر نقطه. انا تحديت ريبرو مالي شغل. هذا مجنون صار تحدي جلدته. مين اللاعب ثلاثه هذا؟ هذا انا. انا الرابع لسه. كويس تمام لسه انا فوقك. الاول هذا مستحيل. احنا لساتنا هنا كلنا تحت وهناك. بابو بابو يمكننا يعرف باختصار احنا ما نعرفه ولا شيء. والله اتذكر باختصارات. تمثال كل مكان. فاشينيستا سويت قبل الاخيره. تايمينج كلنا كلنا حسن كلنا ما اخذنا. ما حد اخذ كرتون. بعدين ثاني نو هو يس. واحد انقذني. شكرا يا اللي انقذتني. انا السادس والله. مين ايش الوقت هذا؟ زاودو سويت لي توكيو وتوماري. هايني مع التيربو حقه. ما احس انه في تيربو. يلا يشيل نفسه هو. محمد محمد شال الحركات. وشو؟ وابو ابو الحيوان وخر يا ايوه. يس يس يس. اجلدو اجلدو. يس جاي جاي تايني. انا تايني. محمد ساكت. محمد ساكت يمشي بينا هو ساكت. يلا يلا شفته جو من الاول. طيب انا اوريكم انني اسوي فيه. يا الله في واحد متعاون مع الاول. اشوف عبد الله يعرف قدامي. اشوف وخر يا حيوان. ناقصك انا بعد قاعد احوس عند وانا قاعد احوس. كنت الاول كنت الاول. والله كنت الاول يا ربي. ريتريبيوشن. وينك فهد وينك؟ الخامس. وينك؟ خامس. ها؟ خامس. شوف بابو بابو بابو. ايوه مين؟ هذا كله عشان شفته. مين وش اللي مين؟ بابو بابو. يعني مو عبد الله حتى؟ لا عبد الله على اليسار. الثاني. كمبيوتر فاز علينا. يرضيك. قاعد يهز. على الأقل في واحد كذا يمثلكم بين الكمبيوتر. والله. مو بنت الفشيلة اللي برا. والله فشيلة والله فشيلة. المعارك. صخرة كورتكس. عجبتني اليوم. كثار. مين القطوة؟ صخرة كورتكس. صخرتك يا محمد. يلا حرب السيارات. تايني. ايش السالفة؟ ايش السالفة؟ برضه. زي ما ركبت. جلد. يلا فهد. يلا ندوم. يلا. صقعت بالجدار. صقعت بالجدار. جلدت الجدار. جدار. جلدت الجدار. جدار 1 انا 0. بس لقيتهم لقيتهم لقيتهم. ما معنى في. يلا. الحين كيف اطلع؟ استفدنا محمد يضرب الثاني. يا شاهر قطبت عنا انا فجر كافو كافو مدير. هذا الثاني هذا الثاني هذا الثاني. خذ خذ دقيقة. انا قاعد وين انا وينهم؟ اوه يسر. انا ضربتك بعد والله. ايه كذا راس براس كذا. اضربهم حسن ما عليك انت روح. لا ايش ايش هذا؟ خذ. والله ما شفت ذا الندفة ذا. اي يقوي السلاح حقك ثلاثة بدل ما يكون حبة مني. بعض الأسئلة. فهد اهجل. وقف فهد. ما وقف. وقف هذي. أنا تايني. أنا المشكلة محمد ساكت قاعد يلاحقني من الصبح الظاهر ولا يلاحق حسن. قاعد يلاحق حسن. لا. يس. فريق الأزرق في الصدارة. كافو. الموجة الأزرق. ما أبي أزرق أنا أبي أحمر. بس مضطر إني أصير أزرق الحين. وني حاجة أضرب فيها. هذا الشيء كيف أضرب فيه؟ أنا ماني فاهم. تعال. فهد وينك؟ أوه شيت. تعال. لا صرت أنا. أما. تعال. فهد خذ. ما حد يقول وأنت تويست. صار. يبي يضرب صاروخ جاء حسن قدام. تبزع على حسن. أنا بطل أنمي يا رب. انت تشوزن وان. انا تايني. محمد سوى شغل. كلنا ثلاثة؟ كلنا ثلاثة. اوه شيلدو. اوه ضربته ولا ما ادري. كوكو اذهبي الى الجحيم يا كوكو.
حدش بيحبك. ايوه احنا الصدارة. عاش الازرق. كفو كفو. اصبر عاش الازرق. كفو يا الازرق. هذا الازرق لا لاعب. جهزوا كاس الذهب. صح في كذا؟ بس 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 ورني واحد انت بس ورني واحد. بس ورني واحد. جاء لا ولا لا؟ والله ضربني. لا انا قاعد بياخذ الصندوق. الله ياخذ الصندوق. الله ياخذ الفيزياء. افا كيف؟ ضربت يا ضربك ما هي والله جلدوني والله جلدوني انا عاد محاولة ما اربع انا بتروح شفت اخر حاجه صار علي كنا متقدمين 4 3 فجاه 5 هلا ثاني هاي قلت هاي خلاص لعبه ثانيه بس عليكم اي هذا هاي هنا ثاني فهد عقل ها عقل خلاص احمد انا قاعد خلاص اما لا شوف احنا شو يسمونه حاطين النيران الصديقه اي هذا الشيء ما في سوينكم بس حاطط النيران مو صديقه تعرف لا وجهي كان الصرخ بوجهي وانا قاعد اضرب وراي خذ انت بعد ايش استفيد بالاختفاء ذا انا ما اقدر اضرب فيك عطنا نقطه ثانيه اثنين صفر يا فهد لا تضيع فهد مجهودي انا تعال هني ايش في فحط انا لا تضيع مجهودي والله ما ادري ايش قاعد يصير انا اهم شيء انه بعد الخطره خلي وظيفتي كذا انا حسن مخك والله ما شفتك حسن ثم قفل انجاز نادر كل واحد والله ما ادري انا جبنا كيف لا 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 ما تستعمل بس الجمع متى ضربوني مرتين؟ ضربوني انا ليه؟ لان كل عنده صاروخ خذ لا جد محمد ايش اللقطه الخطيره هذه؟ اين التايني؟ ايوه صاروخ ما ضربك ما جاتك؟ يا ايش هذا؟ انطلقت وانا طلقت ما حد جا شيء؟ يلا وخر وخر سلم سلم على بعض انا حسن فك 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 اي والله والله صندوق انا ما في سبيد انا التاي لا انا جيني اختفاء جيني شيء خايسه يجيني اختفاء سبيد ايش الفايده؟ ازرق الصداره كفو والله ما يجيني الا سبيد ما يجيني سبيد انا ما يجيني شيء خايسه مره ورني ورني وينهم وينهم؟ وينهم الحمور؟ وين كنت؟ وينهم الحمير؟ سمع حمر ثاني ايش تقول؟ والله ما ادري عنه انا تايلي وين محمد؟ ايش كيف تروح هذه؟ محمد راح يركض وهذه واحدة ثانية محمد وقف لا لا خذ شفت ليه؟ ليه يا رب انت غشاش انت ترى تجيك اشياء حلوة الا انا جيني اختفاء وجيني اشياء خايسه قبعت لك وش استفيد منها؟ هذا كبر ذا وانا اختفي النقطه جايتنا جايتنا النقطه تسكعون الطرق اي جي صور يا اخي جيهم ما عليك على التعادل وانا يجيني اشياء فا 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 فازوا علينا ما اقدر افوز فهد اذا انت مو متعاون ما انت تشوف الاشياء اللي تجيني يجيني اختفاء تيربو اختفاء تيربو عادي تيربو طب في البحر وخر عنهم ابتحي ايه؟ روح موت لحالك ولا تبغى ولا احنا نذبح تدري ليش فزنا محمد؟ هي صافية الحمد لله كنا نلعب لحالنا دور خيرنا وشرنا لنفسنا فهد كان عقله في انه ليش فريقه لونه ازرق مو احمر بالضبط انا ابي احمر صح عموما هذه كانت كراش تيم ريسنج الجديده ان شاء الله عجبتكم يعطيكم العافيه على المتعه ايش ما ادري ايش حطيت الكنترول حطني كذا تفضل كمل 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 هذه كانت كراش تيم ريسنج الجديده يعطيكم العافيه على المتابعه فيها باتل فيها اونلاين فيها سباقات فيها اوفلاين بدون نت تلعبوا مع نت اللي تبون يعطيك ان شاء الله عجبتكم وطبعا كنا الافضل انا اليوم انا اللي كنت الافضل اليوم كان الافضل الافضل انا تايني هذا المحظوظين عن جد وبس ايش بينة العروس وش هذا ايش ايش بينة العروس ما ادري كنت والله صح ايش بينة العروس انت ايش بينة العروس كنت انت تفوز وانت انت ايش بينة انا كنت انا افوز تهنئه خاصه للي ترجم اللعب يلا يعطيكم العافيه مع السلامه